بالنسبه لقضيه التمويل اريد ان اقول كلمه اذا يعني سمحت. اشكاليه تمويل مشاريع التخفيف وخاصه مشاريع التكييف بالنسبه للبلدان السائره في طريق النمو هي احدى الاشكاليات الكبرى. نحن نعلم مثلا بان هناك فريق يتتبع تطور المناخ اللي هو الجيك الذي هو منظمة تضم يعني العديد من العلماء وتصدر تقارير، وآخر تقرير صدر والتقرير السادس قبل الكوب 27 اللي كان في شرم الشيخ، يعني والذي يعني أكد بما لا يدع مجال للشك بأن بلوغ هدف يعني حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود درجتين، أما مسألة الدرجة والنصف فيعني أمر أصبح مستبعد. لماذا؟ لأن التزامات الدول الكبرى اللي هي 100 مليار ابتداء من سنة 2020 بالنسبة لمساعدة الدول السائرة في طريق النمو من أجل طبعا تطبيق إجراءات التكيف أو التأقلم وقضية التخفيف في المشاريع التنموية، يعني للأسف الشديد هذا الهدف لم نصل إليه، كان هناك ضعف كبير على المستوى. إذن مسألة مسؤولية الدول الكبرى ومسؤولية يعني المسؤولية ما يسمى بالمسؤولية التاريخية أو المسؤولية المشتركة ولكنها متباينة، يعني تطرح بشكل كبير بأن يعني إذا بقيت وتيرة ارتفاع الحرارة أو احترار كوكب الأرض على هذه الوتيرة فإن يعني الكل سيكون متضرر ومتضرر كبير، سواء الدول الكبرى أو الدول الفقيرة التي للأسف تعاني خاصة في مثل قارة إفريقيا وفي الدول الفقيرة. إذن مسألة التمويل هي مسألة أساسية، ونعتقد بأنه يعني يجب التعامل معها بكيفية جدية، وكل الذين لهم وسائل الضغط على الدول الكبرى يجب أن يقوموا بنوع من اللوبينج من أجل، لأن مسألة التغيرات المناخية تعتبر يعني مسألة حيوية بالنسبة لاستمرارية الكوكب. هذا من جانب. بالنسبة لقضية الدليل الذي طبعا تم إنجازه من طرف الشبكة الدولية للحد من المخاطر، هو في الحقيقة منهجية لتبسيط مفهوم التوطنات المناخية للمستعمل، سواء كان جمعيات، سواء كان يعني فاعل أكاديمي، سواء كان يعني فاعل في الإدارات، سواء كان مواطن عادي. فإذا الدليل يتمحور حول مجموعة من المفاهيم الأولية، وهذه المفاهيم مثل التغير المناخي، مفهوم التكييف، مفهوم التخفيف، مفهوم ما يسمى بالصمود، مفهوم المخاطر، مفهوم الوقاية، يعني هذا كجزء أول. ثم في جزء ثاني الذي يركز على التغير المناخي لماذا، ويناقش النقاش العلمي ما بين الذين يشككون في التغير المناخي والذين يقولون بأن مسألة التغيرات المناخية أصبحت حقيقة، وبالتالي إذا كانت التغير المناخي في عوامل طبيعية فإن هذه العوامل البشرية زادت من حدة يعني تركز ما يسمى بغازات الدفيئة اللي هي المسؤولة الآن عن هذا الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة. إذن يعني النقاش العلمي الذي كان يقوم بالتشكيك يعني حاول الدليل أن يبسط وأن يقول بأن مسألة التغيرات المناخية فيها ما هو طبيعي صحيح في إطار الدورات الطبيعية العادية، لكن العنصر البشري مسؤول خاصة يعني منذ فترة يعني الثورة الصناعية وعلى الخصوص يعني في القرن العشرين. ثم يتحدث عن خطوات، هناك 6 خطوات من أجل طبعا التطبيق التوطين. من بين هذه الخطوات على سبيل المثال كيف نستطيع أن نعبئ الفاعلين المحليين، كيف نستطيع أن نفتح نقاش. ثم مسألة مهمة جدا ما يسمى بقضية السرد، يعني بمعنى أن في تراثنا الثقافي العربي يعني نتعامل مع الجو، نتعامل مع ما يسمى من 3 سنة أو يعني العام يعني يعرف مجموعة من التغيرات في الطقس، ونحن في ثقافتنا الشعبية نتعامل مع كيف نتعامل في فصل الربيع، كيف نتعامل في فصل الخريف. فإذا الغاية من كيف هذا السرد ما يسمى بالاناراسيون أو السرد نستطيع أن نقربه من ما هو علمي، ونبسط بأن الثقافة الشعبية إذا يعني تم معرفتها بشكل كبير وإذا تم يعني جمعها مع المسائل العلمية يمكن أن يساهم. ثم من بين الأمور الأخرى يعني كيف نستطيع أن نحدث هذا النوع من الحوار ما بين الفاعلين المحليين، وكيف يمكن أن نحدث طبعا الأثر. ثم
كيف نستطيع أن نقوم بنسج الشراكات مع الفاعلين المحليين، وكيف نستطيع أن نعزز العلاقة مع طبعا الجهات التي تمتلك الخبرة العلمية، يعني الأكاديميين وكذلك الأرصاد الجوية والجهات ذات العلاقة، ولكن كذلك كيف نستطيع أن نخلق نوع من العلاقة على المستوى التعاون الدولي والتعاون الإقليمي.